بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحبائي مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، أينما كنتم وفي كل مكان أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. منذ أن أوجد الله عز وجل الخليقة على هذه الأرض أوجدها من الولي الأول، ألا وهو نبينا آدم صلوات الله وسلامه عليه، للدلالة على أهمية وجود الولي في الأمة، لكونه المرشد والهادي والذي يأخذها إلى طريق الصلاح والإصلاح لتتحقق الغاية التي من أجلها أنشئ الخلق، وما خلقت الخلق إلا ليعبدون. لذلك استمر هذا الأمر مع كل الشرائع وفي كل الأديان، لم تخلو الأرض يوما ما ولا ساعة ما من حجة قائم لله عز وجل. وها نحن سادة المشاهدين الكرام نعيش في أيام إمامنا خاتم الأوصياء الإمام المهدي، الذي على يديه تتحقق نبوة جميع الأنبياء وما كانوا يتمنونه من الإرشاد والهداية لجميع الخلق، وأن تعلو كلمة لا إله إلا الله على وجه البسيطة، ولا كلمة تعلو غيرها. لذلك صار لزاماً علينا معرفة هذا الولي، هذا الإمام الهادي المهدي الذي يأخذ بيد الأمة إلى النجاح والإنجاح. من أجل تطعيم الثقافة المهدوية في فكر الأمة آلت على نفسها قناة الإمام المهدي الفضائية، وهي معنية بهذا الأمر كونها تحمل اسمه المبارك، في أن ترسخ الفكر المهدوي والثقافة المهدوية في كل برامجها وما تقوم به من نشاطات، الغاية منها ترسيخ المعرفة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وها نحن اليوم مع واحد من هذه البرامج التي آلت على نفسها القناة، إلا أن تقيم برنامجاً يتعلق بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وارتأينا أن يكون في منزله المبارك ومن فيوضات هذا المكان المبارك، ألا وهو مسجد السهلة المعظم، الذي لطالما تغنت الأحاديث التي وردت عن الأنبياء والأئمة ببركة هذا المكان وعظمته. تعالوا معنا سادة المشاهدين الكرام وهذا البرنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومن هذا المكان في مسجد السهلة المبارك في مدينة الكوفة بالقرب من هذا المسجد العظيم، مسجد السهلة المبارك المعظم، وهو منزل الإمام المهدي، وهذا البرنامج الذي سيرسخ الثقافة المهدوية من خلال مجموعة الأسئلة التي يوجهها للمؤمنين الذين سيقومون بالإجابة على الأسئلة الواردة فيه، الغاية منها هو ترسيخ فكر الإمام المهدي في عقول المؤمنين، وسيكون لكل جواب على أي سؤال هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية في النجف الأشرف. فأهلا ومرحبا بكم سادة المشاهدين الكرام، وكونوا معنا. لدينا سؤال نريد أن نوجهه لجنابك الكريم، ماذا يفعل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عند ظهوره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عجل الله فرجه الشريف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهره عاجلاً أو آجلاً. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه ينشر العدل والمساواة ويأخذ بثاب جده الإمام الحسين وينشر دين الله وينشر العدل والمساواة بين الناس، وترى الناس أنه متشوقة إلى ظهوره. نسأل الله أن يعجل في ظهوره ويجعلنا من أنصاره وأعوانه. أحسنتم، بارك الله بكم، جزاكم الله خير الجزاء. الآن هدية مقدمة لكم من قناة الإمام المهدي، نرجو قبولها إن شاء الله والدعاء. الله يبارك. السلام عليكم. السلام. تقبل الله الزيارة والأعمال. لدينا سؤال ونريد منك الإجابة. إن شاء الله. كيف تربي أبنائك على العلاقة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف؟ نذكر دائما الإمام المهدي أمام الأولاد بكثرة، وزوجتي وأطفال، ونكثر من دعاء الفرج بشكل دائمي، ونربي أطفالنا ودائما نذكر هذا الدعاء للأولاد وللزوجة أيضا، ونعلمهم إنه هذا الدعاء للإمام المهدي بكثرة. وأكيد أنتم تستصحبون وياكم أولادكم. أكيد. نعم. بارك الله بكم. شكرا جزيلا. وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي فضائيا، نرجو قبولها. الله يبارك فيكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله زيارتكم وأعمالكم في مسجد السهلة. الله خير. إن شاء الله. لدينا سؤال ونريد منك الإجابة عنه حول الإمام المهدي. ما هو شعورك وأنت تأتي إلى مسجد السهلة، وكما هو المتعارف أنه بيت الإمام المهدي، وما الدعاء الذي تدعو به وأنت في بيت الإمام وفي هذا المسجد المبارك؟ نشكر قناتكم المفضلة. حقيقة عندما أدخل يعني مسجد السهلة، روحانية يعني كلش عالية، قدسية كلش عظيمة، قدسية المكان من قدسية الإمام. والله عز وجل جعل لك في كل مكان رحمة، في كل مكان نعمة من نعم الله، فأهل البيت هم نعمة من نعم الله عز وجل. أني يعني مو أقول لك كل ثلاثة بين ثلاثة أو ثلاثة، أني أجي المسجد السهلة حقيقة متبغك في هذا المكان، ونأخذ الدروس والعبر والثبات على الولاية باعتبارهم أولياء الله، ونحن يعني وياهم ومتابعين. ودائما اني يعني اقرا دعاء اللهم عجل لوليك. يعني اني عندما ادعو هنا في السؤال الثاني، ادعو بتعجيل فرج صاحب العصر والزمان. لان فرجه فرجنا، وكشف هذه الغمه عن هذه الغمه بحق محمد وعليه، وهذا النعمه الى احنا. حقيقه زين، هذا الامر الذي انت تدعو به وتشعر به وانت في بيت الامام، تحاول ان تربي ابنائك عليه؟ اكيد. أكيد أربي أبنائي وزوجتي، وإذا يعني على هذا النهج، لأن هو ابنك يأخذ من عندك، فالنهج اللي ماشي أنت بيه على محبة محمد وعلى محمد، تربي أولادك على هذا الشيء. حتى أنت من تموت من بعدهم أنت يذكرونك بهذا الشيء إن شاء الله. يذكرونك خلينا نقول بالزيارات بالشغلات. هسه أنا شلون أجي هنا أصلي ركعتين والدي، أصلي ركعتين للشهداء. نعم. هيك ان شاء الله. بارك الله بك. شكرا جزيلا. وهذه هديه مقدمه من قناه الامام المهدي الفضائيه. الله يبارك فيكم، نسالك الدعاء بحق محمد. الله يسلمك. شكرا. الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يتقبل زيارتكم واعمالكم ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. انت في مسجد مبارك فيه انفاس الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، فانت لماذا تاتي مسجد السهله، وهل تاتيه دائما؟ طبعا من فضل الله تبارك وتعالى. طبعا انا من مدينه الكود، حاج ابو دعاء، حاج فاضل كاظم محي ابو دعاء، من اهالي الكود. دائما كلما اجي ازور امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام، ازور مسجد الكوفه، بعدين ازور مسجد الشارقه لعظم البركه به. هاي واحد. اثنين، حقيقه هنا نشعر بانفاس الامام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف موجوده بيناتنا، نستمد منه العزم والقوه والصبر والثبات على ديننا ان شاء الله تعالى. مسجد الكوفة بهواي بركات، يعني من جملتها ثورة زيد بن علي رضوان الله تعالى من الإمام زين العابدين عليه السلام، عندما استشهد قال الإمام الصادق عليه السلام، قال لو استجار عمي زيد في مسجد الكوفة وفي مسجد السهلة وصلى ركعتين
لا مد الله بعمره سنتين. فقلت اليوم اتعنيت من الكويت لي جاي جبت اهلي ويا عائلتي، كنت استجير بالامام الحجة عبد الله القوي الشريف اني خلصني ان شاء الله تعالى ويخلصكم من عذاب القبر والاخره ان شاء الله. فاحنا طبعا كل امنياتنا كل دعائنا امن بالله ورسوله، كل اعمالنا حتى صلواتنا الواجبه المكتوبه نهدي ثوابها للامام الحجة عبد الله القوي الشريف. ناهيك عن بقية العبادات، كل أمنا إن شاء الله تعالى أن نكون من خلص عمال الإمام الحجة عبد الله القوي الشريف، من خلص عباده، من خلص خدامه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تتحقق كل أمانيك وتكون من أنصار الحجة إن شاء الله. آمين ربي إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا شكرا. وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية، ولا تنسانا بالدعاء إن شاء الله. شكرا جزيلا شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يتقبل الزياره والاعمال جميعا ان شاء الله منا ومنكم. انت الان في مسجد مبارك وهو يعد منزل الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفيه مقامات كثيره للعباده والتضرع. صح. لماذا تاتي مسجد السهله؟ للتبرك، زياره العتبات، استغفار، هم زيارتهم بركه، نفسك شوي ترتاح من الجو الخارجي. نعم. زين ولا تستقر نفسيتك غرض الزيارة. نعم. هذه الثقافة، أنت حينما تزور مثل هكذا أماكن مباركة وتستصحب معك أبنائك، هل تعلم أولادك على هذا الأمر؟ صحيح. نعم صحيح. حدثني. بالنسبة لأولادنا إحنا تعليم هذا من الطفولة. نعم. من هذا هو تعليم مش على رسالة أهل البيت عليهم السلام. نعم. نهج أهل البيت زيارة العتبات، نحضرهم إلى تعازي، إلى محاضرات دينية. نعم. حتى يستوعب، لأن الطفل تعرف أنت ذاكرة يعني يستوعب أي شيء. نعم. من يعني يشوف الجو هيك. نعم. راح إن شاء الله الإيمان بركة حتى ما ينتقل بغير الشغلات وتحرف. نعم. عن طريق ثاني. نعم. هل يشعرك هذا المكان بالرغبة بالعبادة والتوبة؟ هذه الواجبات. نعم. ذكرت لك قبل قليل يعني تحس نفسيتك مرتاح، تحس أنت قريب كلش يعني مثل نفسيتك يعني مرتاح من زور الحفلات. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله زيارة والأعمال. تقبل الله أعمالك أغاتي. أنت الآن في بيت الإمام المهدي إن شاء الله، وهذا البرنامج اسمه في منزل المهدي إن شاء الله عجل الله تعالى فرجه الشريف. سهل المخرج. ماذا تتوقع أن يفعل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عند ظهوره؟ والله كل الأمل إن شاء الله بالإمام المهدي. كل الأمل اللي فقدناه بهاي السنين اللي مضت من بعد الرسول والإمام علي، ها، ومن انغدر حقهم وصارت زمرة أبو سفيان وانقلابهم، إن شاء الله الإمام المهدي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعدما أن ملئت جوراً وظلماً بظهور المهدي. هذا كل أملنا اللي إن شاء الله نتأمله بظهور الإمام المهدي، وإن شاء الله أن نكون حسن عضنا المهدي وأن نكون جنوداً مجندة للإمام المهدي في استقبال ظهوره. نعم. وهذه هي الغاية اللي المرجوة. شعورك وأنت تدخل إلى هذا المكان المبارك؟ شعوري كل أمل، أنا مسرور أطب الإمام البيت الإمام المهدي، وكني اللي داخل صدري أتمناها اللي تتحقق، وأن تتحقق العدالة بالمجتمع وخصوصا المجتمع الإسلامي والمجتمع الشيعي. نعم. بهذه الأيام اللي هي عصيبة و مريرة إن شاء الله. بارك الله بك. هذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية، نرجو قبولها إن شاء الله. مشكور. الله يبارك فيك. مشكور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله زيارة والأعمال إن شاء الله. وأعمالكم إن شاء الله من الصالحين إن شاء الله. بما أنك تزور هذا المكان المبارك مسجد السهل المعظم. نعم. الذي هو يختزل التاريخ باعتبار أن كل الأنبياء قد صلوا في هذا المسجد المبارك وهو بيت الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، برأيك ماذا تتوقع أن يفعل الإمام عند ظهوره المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. طبعا من هذا المكان المقدس الطاهر هو أول بيت وضعه من بعد البيت بيت الله الحرام ومسجد الكوفة المعظم مسجد السهلة، وهو بيت نبي الله الخضر العبد الصالح. وهذا المكان المقدس هو المكان المنفس الوحيد والأول لشيعة أهل البيت لانتظار الفرج وطلب من الإمام سلام الله عليه للقاء به. وهذا المكان كرارا ومرارا وطلبا من المؤمنين والموالين أن يأتوا إلى هذا المكان ويتعرفوا إلى على هذا المكان ويتقربوا إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن في هذا المسجد مسجد السهلة المعروف من المساجد التي يذهب إليه الإنسان ويحمل معه زاده أو يعتكف به أيضا. أما بالنسبة للسؤال اللي تفضلتم عليه، الإمام المهدي سلام الله عليه يتخذ الكوفة عاصمة له ومقانا لثورته الشريفة المباركة المقدسة، فلا بأس أن يبدأ من منزله الشريف وهو هذا بيته المقدس، أن يبدأ من هنا والموالون من كل العالم يتشرفوا بهذا المكان الطاهر، وهي الصلاة ركعتين في هذا المكان تشهد له عند الله سبحانه وتعالى، وهي مصافحة للإمام سلام الله عليه من هذا المكان والبيعة له عجل الله تعالى في فرجه الشريف إن شاء الله. شعورك وأنت تدخل إلى مسجد السهلة، وما الشعور الذي يربطك بالإمام وأنت تدخل في بيت؟ الحقيقة مسجد السهلة يشد له الرحال، وهو من المساجد المعظمة. عندما يأتي الإنسان الموالي المؤمن بالله وأهل البيت عليهم السلام يقتبس تلك الروحانية وينهل من منهل علم أهل البيت وروحهم وطهارتهم، حيث ركعتين في هذا المسجد تعادل بـ500 ركعة في مكان آخر، ومن المساجد المعظمة، حيث هو المسجد الملتقى الوحيد بيننا وبين إمام زماننا، وإن لم نراه ولكن هو موجود وروحه وأنفاسه الطاهرة في هذا المكان وعبق روحه الطاهر أن تكون في هذا المكان، فنتحلى ونتبارك بهذا المكان وهذا المسجد. هذه هدية مباركة إن شاء الله من قناة الإمام المهدي، نرجو قبولها. شكرا لكم إن شاء الله بالبركة. في هذا المسجد خصوصية ألا وهي ارتباطه بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، عجل الله تعالى. قبل أن يكون الإمام المهدي له فضل، ولكن بعد أن ولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أريد لهذا المسجد أن يكون له مستقبل مرتبط مع الإمام، فحدثنا عن هذا الأمر. نعم، هو هذا المسجد عندما ندخل إليه وننظر إلى المقامات المتعددة، مثلا مقام النبي صلى الله عليه وآله، مقام إبراهيم عليه السلام، مقام إدريس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، مقام الأنبياء والصالحين، كل هذه المقامات مرتبطة أيضا بمقام الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. لماذا؟ لأن الإمام يكون هذا موقعه ومن خلاله ينتشر إن شاء الله الدين والسلام، ومن خلال هذا المسجد ارتباط شوف المؤمنين أيضا يأتون ليعززون ذكر يعززون موقعهم من الإمام المهدي، وأنهم ثابتون على بيعتهم للإمام سلام الله عليه. وأيضا ندعو من هذا المكان لتعجيل الفرج، فرج الإمام سلام الله عليه، فإنه في فرجه فرج للأمة بأجمعها. لذلك نرى هذا المقام وهذا بيت الإمام المهدي سلام الله عليه هو بيت لكل المؤمنين، يأتون ويقصدون هذا البيت ويدعون الله سبحانه وتعالى. ونحن أيضا من هذا المكان ندعو الله سبحانه وتعالى بتعجيل الفرج، وأن يجعلنا وإياكم إن شاء الله من أنصاره ومن أعوانه ومن الذين يتبعون الإمام المهدي سلام الله عليه، فإن شاء الله يكون هذا المكان مرتبط بالإمام سلام الله عليه، وكذلك المؤمنون أيضا يعززون ارتباطهم بالإمام سلام الله عليه. إذن هي أوقات مباركة يعيشها المؤمنون في هذا المكان المعظم والمبارك ألا وهو مسجد السهلة، هذا المسجد الذي اختزل التاريخ كون جميع الأنبياء أو معظم الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وآله قد نزلوا في هذا المكان وصلوا فيه ركعات قربة إلى الله تعالى، كما أنه يربطهم بإمامهم ووليهم ومنقذهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
إذن سادة المشاهدين الكرام، فيما مضى من الوقت كنا وإياكم وبرنامج في منزل المهدي من هذا المكان المبارك مسجد السهل المعظم. نتمنى أن نلقاكم في برامج أخرى إلى ذلك الوقت. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.